كان في برضو أخ فاضل بيسأل بيقول علي الطلاق أو أخت فاضلة لأن مشترك الاسم أو مشتركة للاسم، بتقول تحسب طلقة لما أقول علي الطلاق لو عملت كذا يكون كذا، يعني علي الطلاق لو أنت ما حصل كذا أو أنت خرجتي من البيت تكوني طالق، يعني أو علي الطلاق إن حدث كذا، يعني علقت الشيء على أمر. فإن حدث هذا الشيء الذي أقسمت عليه عند جمهور الفقهاء بتحسب بتقع طلق، ولا اعتبار عند الجمهور بمسألة نية، إن نيتك طلاق ولا نيتك يعني التهديد والزجر. لكن الحقيقة الإمام ابن تيمية عليه رحمة الله خالف جمهور الفقهاء في ذلك، وبدأ يبص لمسألة النية. لو قال لها علي الطلاق إن صنعت كذا كان كذا، يبقى علق الطلاق على حدوث شيء، فقال يسأل الإنسان عن نيته، إن كانت نية هذا الذي يقوم بذلك يستعمل يمين الطلاق على هذه الصفة يقصد من ذلك طلاقا، يبقى وقع الطلاق، هو بيستعلم عن النية بتاعته. عشان كده دايما بقول لحضراتكم نطلع على دار الإفتاء عشان يسألوه، هو صاحب الأمر مش المرأة التي تسأل أو الزوجة التي تسأل. فالإمام ابن تيمية عليه رحمة الله قال إحنا بنرجع للضمير، ضميرك إيه في هذا الكلام فيما قلت؟ أكنت تنوي طلاقا أم كنت تنوي تهديدا وزجرا؟ أنت الحالة بتاعتك إيه؟ فإن كان كنت تنوي طلاق يبقى وقع ذلك الطلاق بوقوع الشرط اللي أنت اشترطته. لو أنت كنت بتنوي الزجر والتهديد يبقى في الحالة دي كفارة يمين. وهذا عن السؤال اللي جه على الاس ام اس على 9135.